صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يوصلكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غادي نوجد معكم الكريب ديال الثيرموميكس. بطبيعه الحال ساهل، وحتى البنات اللي بغاو ياخذوا الثيرموميكس باش ياخذوا فكره عليه. المهم هنايا غندوزو الطريقه ديال التحضير. كيف ما كتشوفوا كتدخلي الكوكايدو وكتختاري فيه زعما الوصفه اللي بغيتي وداكشي، ومن بعد صافي كتبداي. المهم هنايا غادي نديرو ستارت كوكين. اول حاجه طالبين لينا هنايا هي الزبده، 50 غرام ديال الزبده. المهم هنايا عندي الزبده، غادي ندير 50 غرام. هذا راه فيه الميزان، كتقيد ديال الزبده وهو كيعبر لك شحال ديال الزبده. صافي تقريبا هي هذيك، حطها عبار. غندير النكست. انسيت من الجرم تاع عندي ديال الخبز بلاصه الورقه. المهم هنايا من بعد دقيقه ونص عاد غادي يوقف، المهم نرجعو ان شاء الله ملي نسال. المهم هنايا ملي كيدير هذا الصوت هذا كيكون كمل. غنديرو نيكست، غنزيدو 600 غرام ديال الحليب. كنبقى نزيد، هو كيدي العبار براسو. المهم زايده 23 غرام ماشي مشكل. نديرو نيكست، 250 غرام ديال البلين فلاور ديال الدقيق. المهم هنايا غادي نزيد الدقيق، تنوصلو 250 غرام. هنا نديرو نيكست، غنزيدو 4 ديال البيضات. نديرو نيكست، وان بينش صولت. هنا غندير رشة ديال الملح، و غندير نيكست. غنسد عليها، ندير نيكست صافي. وغادي هما عاطيني العبار اللي غندور باش كيتخلط لينا داكشي في الجمال. نخلط، هذه كتجي مع الترموميكس نيت صافي، كيعطيك تحركي باش كتحيدي داك الدقيق اللي كيكون لاصق من الفوق. Thank you.
هنا قال لك الا جات العجينه قاصحه شويه زيد شويه ديال الحليب. المهم انا راجيه يعني هي هذه. نيكست بليز انا ستيك فراين بان اوفر ميديوم هاي هيت. المهم هنا قال لك صافي غتسخني المقله وغتبداي كطيبي فيها صافي. المهم قال لك منين طيب صافي كتغطيها وتخليها باش كتبقى سخونه صافي. هنا كيقول لك قدميها زعما دافيه. المهم هذه الطريقه ديال التحضير. المهم غندوزو دابا للطريقه ديال الطين اللي كيعرفها كلشي بطبيعه الحال. انا غير بغيت نشارك معكم التجربه ديالي مع الثيرموميكس. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا كناخذوا مقله كنشعل عليها حتى كتسخن مزيان وعاد غادي نبدا كنضيف الخليط ديالنا في المقله. كيف ما كتشوفوا كندير كميه في المقله وكنبقى مقابله حتى كيطيب من الجهه الاولى وكنعاود نحمر على الجهه الثانيه. يعني الطريقه عاديه اللي كيعرفها كلشي. المهم هنايا صافي من بعد ما ساليت هذا هو كيكون الشكل ديال الكريب. كيف ما قلت لكم راه ما كاينش اللي ما كيعرفش يصوب الكريب. انا فقط بغيت نشارك معكم الطريقه ديال التحضير ديالو في الثيرموميكس باش اللي زعما بغا تاخذ فكره ولا هذا تشوف الطريقه. فكيف ما كتشوف صراحه كيجي زوين بزاف. انا فضلت انني ما نديرش السكر لان غنضيف عليه الشكلاط اولا الصوص ديال الشوكولا. وتقدروا نتوما تزيدوا السكر تقدروا داكشي ديال المذاق اولا ديال لوكو كيبقى اختياري. هنايا كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو كيف ما كيجي. كيجي صراحه زوين وكيجي هشيش ورطب. غادي نضيف له انا صوص الشوكولا كيف ما قلت لكم تقدروا تزينوا بالطريقه اللي بغيتوا. انا نزينوا بالصوص ديال الشكلاط. كيف ما كتشوفوا وتقدروا كذلك تزيدوا عليه رقائق ديال اللوز كيجي زوين الصراحه.